تحت رعاية سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، افتتحت أعمال ملتقى البحرين الخامس للتميز، والذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة تحت عنوان التميز من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويطرح الملتقى جلسات عدة يديرها مجموعة من الخبراء والمختصين، حيث تركز الجلسات على نظام التقاعد الاختياري والتوازن المالي والحديث فيما يخص التوجهات الحكومية المتعلقة بتقليص النفقات، إضافة إلى كيفية توظيف القطاع الخاص بما يمتلكه من خبرات وأمكانيات تؤهله للإطلاع بجزء من المهام غير المتخصصة في القطاع العام. ويعتبر الملتقى فرصة لمؤسسات القطاع الخاص الخليجية العاملة في مجال الخدمات المساندة، وهي إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والعلاقات العامة والإعلام والشؤون القانونية وتقنية المعلومات والمحاسبة والتدقيق، وذلك عبر الالتقاء بأصحاب القرار في مختلف الوزارات والمؤسسات الخليجية وعرض فرص التعاون عليهم، ما سيعمل على سد أي نقص في الموارد البشرية للقطاع العام، ويسهم في دفع القطاع الخاص لأن يكون محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني. وفي ختام الحفل كرم سعادة وزير الشؤون مجلس الوزراء الرعاة والمتحدثين في الملتقى. بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة، بات موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة في المرحلة القادمة. فمع الانتهاء يعني من برنامج التقاعد الاختياري، وهو أحد الخطوات المهمة للوصول إلى التوازن المالي، صار من المهم الاستفادة من الخبرات الموجودة في القطاع الخاص، خصوصا أن في كثير من الإدارات الموجودة في القطاع العام تعتبر إدارات مساندة. ففي ظن أن إيكال مهام هذه الإدارات إلى مؤسسات متخصصة في القطاع الخاص ممكن أنه هو يساعد الجهتين في النهوض بالاقتصاد الوطني، وهذا اللي راح نناقشه في هذا الملتقى إن شاء الله. تحدثنا اليوم عن التميز في الإعلام الاجتماعي لمؤسسات الحكومية. اليوم طبعا وسائل التواصل الاجتماعي صار شيء من القنوات المهمة جدا للتواصل مع الجمهور، وخصوصا المواطنين والمقيمين في البحرين، للتواصل معهم في أي رسائل حكومية توعوية تفيدهم في حياتهم المعيشية. فاليوم تكلمنا عن شلون الواحد أو المؤسسة تتميز في السوشيال ميديا، شنو الأدوات، شنو الطرق، الاستراتيجيات، وشون ممكن إحنا مع 2030 الاستراتيجية الموجودة إن عن طريق السوشيال ميديا ممكن إن شاء الله يخدم الاستراتيجية.